تعرف جميع فريق شباب محمدية حقق الصعود السنة الماضية لفريق القسم الوطني الثاني. الحمد لله غادي نكون واحد الاستعدادات اللي نقدر نقول لك استعدادات صارمة. جاو واحد الانتدابات اللي وازنة ان شاء الله. نتمنوا تعطي الاضافة للفريق وان شاء الله غادي ندخلوا لواحد الفترة ديال الاستعدادات في 31 وان شاء الله باش من وراها نقولوا واحد نكملوا المسيرة ديالنا ونقولوا واحد كلمة قوية في قسم الوطني الثاني ان شاء الله.